فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك للفيديو. مسلم ننتظر البدايه، ننتظر انطلاقه الحوار، ننتظر المتعه، ننتظر الفرجه، وننتظر الريتم يليق بقيمه هذه القمه وهذا الامسيه الكرويه الجميله ومدينه طنجه. تنطلق المباراه لتنطلق مع التطلعات والامال والانتظارات من شهر منصار الطرفين، لمن ستختبر اليوم في ظل رغبه الرجاء كذلك للوصول لشباك التهديراتيه. محاوله خطيره البداية، وهي بداية من جانب عناصر الرجاء الرياضي. فرصة كان بإمكانها أن تحمل الخبر السار لأنصار الرجاء الرياضي من جانب من جانب اللاعب فابريس سينغوما. المرة الأولى وهذه الثانية البحث عن التسديد والضغط الرجاوي مع بداية المقابلة. قلت لكم تأتلكن من بكر بدلاء اليوم يدخل إلى جانب محسن متولي في خط وسط مدى الفريق الرجاء الرياضي. تمشي الكرة ملعوبة، البحث عن التسديد لفائدة الإغتاي اللي بنشوف التيكي طاقة طنجاوية. محاولة جميلة، تسديد جميلة للبناء، نجوم من جانب اتحاد طنجة، يعني خذوا هات بلقطة رائعة. شوفنا شوف هذه تحضر تيكي تاكا الطنجاوي، يقود عبد الغاري معاوي وكذلك يوسف كونات الحاجي سددها بين يدي الحارس انس الزيت. يتمكن من يسعد انصار الرجاء الرياضي الذين تنقلوا بهذه الصورة لكم. قلت الغني عن قول تعليق، يعني ما هذا الوفاء وهذا الحضور. اليوم مدينة طنجة تعيش عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فيما إن شاء الله أن يترجم ذلك على رقعة المراوغة. يمشي متولي، يتوغل متولي، هذه عرضية وحول البحث عن الراسية رائع بين مالوكو، رائع التدخل من هشام المجيد، لكن الحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق الإغتياء في اللقطة الأخيرة. يعني سيحتاطون كثيرا من تحركات بين مالوكو، سيبحثون من اجل ايقاف مد وهجومات بين مالونكو. لاحظنا العرضيه وراسيه بين مالونكو، هنا الانسلال من طرف محسن متولي، اعطى العرضيه بهذا الشكل على المقص. رد فعل خطا موجود في اللقطه الاخيره، لكن شوف اللقطه الاجمل هي رده فعل هشام المشعل. شوف رده فعل هشام، التلفيت سيكون من عرضيه للحافظ. الحافظ يختار تمرير الكره بهذا الشكل، مقوس البحث عن الراسيه، البحث عن من بدر بانون. المتابعة من هشام المجد في الوقت المناسب، يعني كانت المقسن كوما افتكاك الكرة بطريقة جميلة من فابريس، مشات للحافظ يسدد. فكرة ذكية من عبد الله الحافظ، تمر فوق مرمى الحارس هشام المجد. يعني اختار تسديد الكرة بشكل مقوس في اتجاه مرمى الحارس هشام المجد، تمر بسلامة اللقطة الأخيرة عن مرمى الحارس هشام المجد. إذا الآن قلت بعد الفرص تظهر بين الفينة والأخرى سواء من جانب الرجاء الرياضي واتحاد طنجة، لكن يمكن أن أقول أن ربع الساعة هذه في المواسم الأخيرة تبع هذه الكرة الطويلة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 بين مالونكو، ماذا فعل؟ سدد كرة صاروخية لا تسد ولا ترد، يمنح الأفضلية للرجاء الرياضي في حدود الدقيقة 31. ماذا التسديدة، ماذا التسديدة وماذا القوة؟ شوف اللمسة كانت من جانب من محسن متولي، عطى الأسيست، سدد تستقر عليه من الحارس هشام المشهد. عندهم الرجاء بمن حضر وهجوم لا يكل ولا يمل، هجوم لا يكل ولا يمل عندما يتعلق الامر بمين مالونكو. قلت لكم اتحاد طنجه مطالب ان يحتاط، مطالب ان يحتاط من هذا القناص، من هذا القناص الذي اقتنص هدف في حدود الدقيقة الحادية والثلاثين. يا السادة والسيدات، لفائدة فريق الرجاء الرياضي صبحت النتيجة 1-0. الآن سنتابع مباراة أخرى، الآن سنتابع مباراة أخرى بطريقة جميلة مع ناصر الرجاء الرياضي لمحسن متولي، يتوغل يحضرها عرضية، فرصة راسية خطيرة. جول 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 محمود بن حليب يسجل الثاني، ورسالة شكر للرجاء الرياضي الذي مدد وجدد عقده بصفقة محترمة. قلت لكم ستخدم كثيرا معنويات محمود بن حليب الذي يرد بطريقة جميلة بهدف ويهدف هدف الثاني للانسير، لكن شوف العمل كالعادة من جانب من جانب محسن متولي، عطاهم الاسيست. شوف 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 ميسر اسيست في اتجاه مشات لبين مانونكو، من الحفيد لبين مانونكو لمحسن متولي. قلت لكم والله الله على اللمسة، شوف اللمسة اللي كانت، اللمسة اللي كانت قبل هذه من محسن متولي والحفيدي.
عندك الحفيدة وعندك متولي، فمن الطبيعي تشوف بنات الهشومية لفريق الرجاء الرياضي بهذا الشكل. اتحاد الطيب هدف في فريق الرجاء الرياضي، ربعة ديال الأهداف يلي حميدة حداد ثلاثة ديال الأهداف، وسوفيا رحيمي بثلاثة ديال الأهداف، وغياب حميدة حداد ورحيمي عن مرة اليوم. قلت الرجاء بمن حضر على مستوى خط الهجوم، يعني الرجاء بمن حضر سريعة مشات لي بين مالونكو وتمكن من التمرير لعبد الله الحفيدي، فرصة خطيرة رجاوية خطيرة خطيرة. سددها في الشباك الخارجي، كونتر اتاك خطير من الرجاء الرياضي. اسم مرتدة كان بامكانها تكون 3-0 في هذا الشوط الاول، كان بامكانها تكون 3-0 اختبر الجمله في خط دفاع اتحاد طنجة. ماذا يحدث للدفاع وماذا يحدث لكل خطوط فريق اتحاد طنجة؟ شوفنا اللي محمود بن حليب اختار زاويه ضيقه، لكن قاد الاسم شوف في طريقه شميل عبد الله الحفيظي، تدخل المره الاولى ثم الثانيه، عطى هنا عطى الاسيست عطى اللمسه لمحمود بن حليب، سدد في الشباك الخارجية تمر بسلامة هذا المرة على مرمى الطريق الناشفين الآن. حاتم الوهابي سدد الوهابي، محاولة طنجاوية حضر العمروي، عمروي في اتجاه من راسية عبد الغني معاوي، صراع الحكم ماذا يقول؟ يقول مواصل لاعب يعطي الامتياز، فرصة فرصة فرصة. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء المرة ليغداي، ركلة جزاء المرة اللي يختشف من التدخل اعطى الامتياز. حسنا فعل الحكم في اللقطة الأولى اعطى الامتياز، هذه اللقطة اللي من خلال اللقاء مع من شديد التطلعات والأماني والانتظارات من جانب أنصار الفريقين. اليغتي يريد أن يستغل الهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من نقطة الجزاء اللي محاولة التمرير البحث عن الحلول الفردية من جانب مال من جانب أسامة الزكحيل، يعطيها فرصة تمرير خطيرة 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 خطيرة. جول 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 جول، هو عريس الرشايف وعريس الليلة محمود بن حليب، هو عريس الرجاء وعريس الليلة محمود بن حليب، يسجل الثنائية بعد لمسة جميلة من جانب محمود بن حليب. نشوف العمل في اللقطة الأخيرة، يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، صحة 3-1. قلت لكم ربما السيناريو المنتظر اللي يبحث الرجاء يمغتي ليغتي ليغتي فكر وشومي، لكن شوف اللي عطاها، لعبها محمود بن حليب واللي لعبها عطاها لمن؟ لمستر مستر مستر اسيست عبد الإله الحفيظي. وشوف روغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل، وياس كذلك النتيجة 1-1. شكرا لك. إذا تمشي كرة للجهة اليمنى من عوبة لإفادة فريق الاتحاد طنجة، انبات عن الفرصة، محاولة العرضية، فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. هي تقر مكعاصي، هذه كرة أمامية من عوبة العرضية، انبات عن التسديد بين مالونغو، سدد هدف أول، هذه تسديد عرضية. من أين أتيت وكيف أتيت وكيف سجلت يا بن مالونغو؟ قناص القناصي المرعب الحراس سدد من بعيد وأسكن في شباك شمال مشهد، أصبحت 4-1، أصبحت 4-1 يا بن مالونغو. هدفين محمود بن حليب هدفين، لكن اللمسة من شوف هذه روح الرجاء، وهذه لمسة الرجاء. نتحدث بما أتابع في الملعب، أنا أتحدث بما أتابع في الملعب. حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسة، لمسة متولي والحفيدي ولمسة خط الهجوم بتواجد محمود بن حليب وبن مالونغو. بن مالونغو يرفع حصيلته التهديفية مع الرجاء الرياضي في البطولة، 5 ديال الأهداف استقرت على يمين الحارس هشام المجد، وأصبحت النتيجة 4-1 لإفادة فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي فعل سيفعلها، 74 دقيقة هذه فيها ريحة الهدف، هذه من مكان مناسب لتهديد مرمى الحارس أنس سيتي. هل تستغل من اليغتا؟ سددها جانبية جانبية جانبية
جانبية غير مؤثرة من سفيان أنس المدن، واحد من انتدابات فريق اتحاد طنجة في هذا القوت في هذا الموسم. سفيان المدن والشي يعني في هذه الفترة فترة قرات الشتوية، سفيان المدن محمد الشيبي توفيق جروت الموسم البرتغالي كارلوس فورتيس وكذلك عبد الغالي معاوية.